طلبة من جامعة تريير للعلوم التطبيقية في ألمانيا يصنعون سيارة المستقبل، وهي تمتاز بالهدوء والخفة واقتصاد للطاقة مثل نموذج آيريس، وهي التي صممت خصيصا لماراثون شال إيكو تشالنج يوروب، وهو عبارة عن قطع مسافات طويلة مع أقل كمية من الطاقة الممكنة. ومنذ 2006 طور الفريق الجامعي نموذجين آيريس وبروترون. آخر مشروع نعمل عليه هو تطوير سيارة ركوب سياحية وتسويقها مع 4 كراسي، وبإمكانها استهلاك القليل من الوقود، أي أقل من لتر لكل 100 كيلومتر، وهذا من شأنه أن يكون تجديدا في التصور العام. بطبيعة الحال ستكون مقاومتها للهواء بصفة أقل، وستكون خفيفة جدا، أكثر خفة من السيارات المنتجة في يومنا هذا. الإنتاج الكبير، هذا يعني عدم استخدام مواد غريبة في الإنتاج، وهذا من شأنه أن ينقص السعر. الوزن هو أهم خاصية تؤثر على استهلاك الوقود، وهذا الهدف يمكننا الوصول إلى تحقيقه باستخدام المواد الخفيفة للغاية. ولكن الأهم من هذا وذاك هو أن تتخلى السيارة عن كل جزء ليس منها. نموذج بروترون المتطور سيقدم خلال عام أو عامين في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، وربما ستحوز استحسان الصناعيين لترويجها. هذه الصورة لبرج بيزا أخذت بنوع خاص من جهاز سكانير أو الماسح الضوئي. المطورون جعلوه خفيف الوزن وثلاثي الأبعاد، وهذا من شأنه أن يحدث ثورة في رسم الخرائط. اخترع سكانير ZBD من قبل باحثين من الوكالة الوطنية للعلوم في أستراليا، وحتى اليوم تصوير التفاصيل بتقنية الأبعاد 3 يتطلب أياما من التصوير بسكانير، ولكن هذه الصور صورت في أقل من 10 دقائق. عملية سكانير الثلاثية الأبعاد التقليدية لا تقوم إلا بعملية مسح من الجهة التي أنت بها، لذا عندما تريد تصوير تضاريس معقدة تحتاج إلى نقل الحامل والتصوير من مناطق مختلفة ثم جمع تلك المعلومات. أما ZBD فإنه يمنحك حرية التنقل خلال التصوير والمشي دون الانقطاع عن التصوير. إن أهم شيء يمنحه هذا الجهاز هو تصوير الأماكن الثقافية المهمة والصعبة المنال، ولكن أيضا يمكن للشرطة تصوير ساحة الجريمة، وبالتالي يوفر نتائج سريعة للمساعدة في التحقيق. نأمل أنه في يوم ما ستتمكن المحكمة من استخدام نموذج ثلاثي الأبعاد لساحة الجريمة في أقل وقت ممكن، وبالتالي يمكن التصوير حول الموقع، ويمكن أيضا للناس أن يفهموا ما يريدون مشاهدته. ZBD سكانر مركب على نابض، والاسم مستلهم من شخصية على شكل نابض في مسلسل تلفزيوني في الستينيات من القرن الماضي، كانت تبث في بريطانيا وفرنسا تحت اسم The Magic Roundabout.